هل يجوز أو هل تجب الزكاة في لبس الذهب الذي يلبس في بعض المناسبات فقط وهو غير مكنوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع وجوب الزكاة في الذهب المعد للحلي الذي تستعمله المرأة في المناسبات محل خلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من لا يرى وجوب الزكاة فيه نظرا لأنه أصبح من المستعملات لا من الأموال النامية كالثياب التي تلبس والدواب التي تركب والعقارات التي تسكن وتؤجر ليس فيها زكاة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي ولو كان مستعملا أخذا بالعمومات في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأدلة خاصة وردت في الحلي رأوا منها الدلالة على وجوب الزكاة فيه ولو كان مستعملا. المسألة خلافية، قد كتب فيها الكثير والكثير، وعلى كل حال الخروج من الخلاف وإبراء الذمة بيقين أحسن. فإذا كان استطاعة صاحبة الحلي أن تزكيه وتبرئ ذمتها فإن هذا أحسن، وفيه خروج من الخلاف وفيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة فيها خير فيها بركة. نعم، أثابكم الله.